السلام عليكم جميعا، صبحكم الله ومساكم الله بألف خير وسرور. ضيف اليوم هو أول ضيف في هذه القناة وهو ضيف غير عادي، مثل ما يقولون بدايتها خير وبدايتها يعني شيء جميل من هذا الإنسان اللي أنا اشتغلت معه من قبل، وجدا جدا من الناس اللي يعني النادرين الواحد يمرون في حياته. إنسان بحريني فنان ومؤلف موسيقي رائع، حصل لي الشرف أني أنا أشتغل معاه في كذا عمل في الفترات الماضية. صديقي وأخي محمد حداد. محمد شلونك، شخبارك؟ يا هلا مرحبا هاشم عزيزي. والله يا محمد احنا دائما يعني دائما فرحانين أنك أنت تكون ويانا، إن شاء الله لو يعني في لقاء، في عمل موسيقي، في أي شيء ثاني. صراحة العمل معاك جدا جدا حلو حبيبي. والله أنا بعد سعيد جدا أولا أكون وياك في هذه البرنامج وتكون فاتحة خير إن شاء الله، ونفس الشيء يعني العمل وياك في الاستوديو والجلسة معاك والحوار معاك دائما دائما يكون شيق. الله يخليك، يعني يكون بنفس الشكل إن شاء الله. شكرا شكرا محمد. ورانا يعني قلتهم يعني قاعدة حلوة مطولة كذي، فخلنا ابتدي على طول في الأسئلة اللي راح. طبعا الهدف من هذا اللقاء أيضا إن إحنا نحاول يعني على قولتهم ويبرج الجاب اللي موجود في الوسط الموسيقي بشكل عام في العالم العربي من خلال هذه القناة. طبعا الهدف من هذه القناة هو إن إحنا نوصل المعلومة حق كل الناس المهتمين في مجال الموسيقى من مختلف أنواع، التأليف، التلحين، الساوند افكتس، كل هذه الشغلات. فوجودك اليوم يعني جدا صراحة راح يثري هذا المحتوى. وسؤالي الأول لك هو خلنا نرجع شوي مثل ما يقولون كذي للزمن الجميل وبدايات محمد حداد. خبرنا عن بدايتك، شلون كانت بدايتك مع التأليف؟ يعني الحكي هاي كله قبل ما أنك أنت تروح مرحلة الجامعة، شنو كانت بداياتك في التأليف، وشنو الأشخاص أو الأشياء اللي كان لها تأثير كبير على بدايتك الفنية؟ يعني يمكن يعني بتكلم عن اهتمامي بالتأليف، يعني مو بداياتي وأنا صغير في العزف والاستماع، بس أعتقد من نهاية الثمانينات بديت أنتبه في أني أستمع للأعمال بشكل أولاً بشغف أزيد من أني أكون عازف أو هاوي، وبديت أنتبه لمسألة التأليف والتلحين. يعني كان كنت أنتبه شلون يعني تكتب الجملة، شلون تؤدى حتى في الغناء شلون، فبدأ الموضوع يتفتق أكثر عندي. طبعاً كان عندي يعني الملهمين الأوائل بالنسبة لي، المؤلفين اللي حصلت على أشرطتهم في البداية مثل جورج وينستون. يمكن هذه جورج وينستون أنا بعد عرفته يمكن بداية التسعينات كعازف بيانو، وبيانو سولو كان عازف يعني فقط ألبوماته فقط بيانو، ما في وياه أي آلة ثانية. فكعازف معاصر وأنا جاي من باك جراوند أسمع من وأنا صغير كلاسيك، بدأ يأسرني طريقة تأليف الأعمال. هو نيو إيج يمكن المدرسة مالته، بس كان يسحرني. طبعا اهتمامي بموسيقى الأفلام هذه بعد كانت من بداية التسعينات، بديت أشتري كثير من موسيقى الأفلام وأقعد ساعات طويلة في الاستماع لهم. فهني بديت أنتبه لشن هي الجملة الموسيقية، لأن احنا يمكن في مجتمعاتنا في الخليج أو المجتمع العربي يمكن يحترم الأغنية أكثر، فالجملة الموسيقية تكون متاحة للمستمع في الفواصل الموسيقية بين الكوبليهات والمذاهب في الأغاني. صح. إلى جانب أنه ما في أسطورات موسيقية متوفرة بشكل كبير يعني، فيمكن موسيقى السينما هي يعني وفرت لي مساحة كبيرة في الاستماع لهذا العلم، ومحاولة محاكاتهم طبعا في جلساتي على البيانو أو لما أعزف على العود. طبعا البيانو هي متأخر، كان أورج قبل أروح أدرس يعني. صح، ذكر على أيامنا كان يمكن الأورج الكاسيو بعد، يعني هو من أول آلات اللي أنا شخصيا يعني مرت علي. هاي طبعا يعني مثل ما تقولون بدايتك من يعني ممكن نحن يعني نستشف من هذه المرحلة أن
يمكن موضوع الاستماع هو يمكن أهم شيء، أو أهم شيء الواحد لازم يركز عليه من البداية. مو شرط إنه مثلاً يعني واحد يقول لك سيدا بتعلم آلة موسيقية، ولا سيدا بتعلم ألف موسيقى ولا شيء، بس يمكن مثل ما تفضلت أنت يعني إن موضوع الاستماع هو البيسك أو البيسس مثل ما يقولون، لأن من خلاله الواحد يقدر يحلل الموسيقى، يقدر إنه هو يعني يسمع العناصر المختلفة فيها. وهذا يمكن يعني إذا توافقني الرأي هاي يمكن يعني من الأساسيات إن الواحد يمكن يبتدي فيها، صح؟ صح كلامك. يعني هو محاولة اكتشاف المنتج الموسيقي هذه، والاستماع هو الدرس الأول أنا أعتقد فيه يعني عند كل المهتمين، سواء متعاطين للموسيقى أو ممارسين لها يعني. صح صح. بعد ما انتهيت من مرحلة الدراسة، أنت طبعا رحت القاهرة درست في معهد العالي للموسيقى اللي هو الكونسرفتوار، اخترت أنك تتخصص أو خبرنا عن التخصص اللي اخترته في المعهد نفسه. هل اخترت أنك تتخصص في آلة معينة أو في علم معين مثلا أو مادة معينة، وشلون هذه التخصص ضاف لرصيدك الفني أو رصيدك الموسيقي؟ وهل تتوقع أن التخصص شيء مهم؟ يعني مثلا اليوم وايد ناس يقولون لك أنه أوكي أنا مثلا بعزف ولا بسوي موسيقى ولا هاي، بس مو حاب أنك يكون مثلا الباكجراوند مالي مختلف بشكل كلش غير عن اللي هو الشيء اللي هو حاب يسويه. فخبرنا عن هاي المرحلة. يعني أنا حلمي الأساسي كان أني أدرس تشيلو، يعني كنت أبغي أقدم في الكونسرفتوار أني أدرس تشيلو، بس يعني كان غير ممكن لأني كنت كبير يعني، فقالوا عشان تدرس تشيلو لازم تكون 7 سنوات ما شاء الله. أو أكون أنا أساسا عازف من وأنا صغير وأديش امتحان وقدراتي يعني، وأنا ما لمست الآلة أصلاً يعني، بس كان حلم عندي إني أدرسها. فدخلت قسم تأليف وقيادة، وكانت يعني كان هذه القسم الوحيد أو يعني اللي ممكن أدش وأنا ما عندي باكجراوند يعني، فقط امتحانات للقدرات الموسيقية بشكل عام في الاستماع والتحليل ومبادئ للعزف وكذي. والقسم هو يمكن من أصعب الأقسام في الكونسرفتوارات in general يعني في المعاهد. إلى جانب هذه كان لازم نتخصص في آلة البيانو بشكل موازي، يعني طول 7 سنوات لازم آلة البيانو موجودة كمادة أساسية. كان في أوبشن إنك تختار آلة ثانية ولا هي البيانو بس؟ لا، كان في أوبشن تختار آلة ثانية بعد. اوكي، بس انا ما اخترت، يعني كان بين كلارنيت واوب وكنت ابي اشوف آلة نافخ وكذي. لكن يمكن الخوف في البدايه من صعوبه التخصص، فقلت خلني على البيانو. اساسا منهج البيانو ما كان سهل يعني، فاعتقد كان كافي بالنسبه لي. هل تتوقع ان التخصص شيء مهم حق الناس اللي يبون يبتدون في مسألة التأليف أو التوزيع أو يعني الموسيقى بشكل عام؟ هل تتوقع أنها شيء ضروري؟ هو مو كل التخصصات محتاجة. أنا في نظري يعني فكرة أن شخص يكون أكاديمي من معهد مو هي بهذه الضرورة، لأن حاليا قنوات المعرفة موجودة في كل مكان. يعني ممكن واحد ينزل كورس كامل وهو قاعد في البيت، ممكن يدرس مع مدرس أونلاين عبر الإنترنت. الدروس المجانية اللي يقدمونها الشباب في برامج الفيديو هذه نفس يوتيوب والأشياء المشابهة تثري كثير من المكتبات عند المهتم بالموسيقى. بعض التخصصات في الموسيقى مثل التلحين مثلا ما محتاج فقط أن شخص يكون دارس موسيقى، محتاج أن يفهم في الشعر وبحور الشعر والتعاطي والنطق والنفس، هذه كلها يعني ممكن يتطور بالموهبة. بالنسبة للتأليف، مع أن يعني مثلاً معهد التأليف أنا الحين 7 سنوات ودرست عند يعني دكاترة ممتازين في مسيرة التأليف في القاهرة يعني، لكن ما كان في ولا واحد منهم علمني شلون نألف. يعني ما كان في درس إن كيف أنت تألف. يعطونك باكيج من المواد والمحفزات
والدروس والنماذج يعني اللي انت تاخذها وتبتدي تشتغل في عملك الخاص. يعني ماده مثل التاليف الموسيقي اللي هي تندرج تحتها التوزيع الموسيقي، هذه محتاجه شويه علم يعني، لان فيها ماث، فيها رياضيات، فيها علم آلات، فيها فيزياء يعني. فهذه محتاجة تكون من مصادر موثوقة، خلينا ما ممكن صح. تكون عشوائية أو سيرش عشوائي في الإنترنت. لكن في تخصص مثل الغناء يعني، شخص ممكن يكون عنده هذه الموهبة من 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 الخلق، تكون موجودة عنده. فهذه محتاج إشراف، وهذه الإشراف ممكن يكون عن بعد. طبعاً أجمل شيء وجودك مع الأستاذ في غرفة واحدة، أكيد دائماً يكون الدرس الأهم والأجمل. لكن في كثير من الشباب نفس ما أنت تفضلت تخصصاتهم مختلفة، لكن إنتاجاتهم الموسيقية احترافية لدرجة أنها تنافس أي شخص متخرج من معهد، سواء كان في البحرين أو خارج البحرين. أنا أتكلم عن أصدقاء قريبين جدا. فالمعرفة أعتقد تجاوزت مسألة أسوار المعهد. طبعا محمد، يعني خلال دراستك هذه في المعهد العالي للموسيقى، مر عليك مثل ما تفضلت أساتذة كثيرين اللي مثل ما يقولون يعني رووك الطريق اللي تمشي فيه، بس ما علموك شلون تمشي. عارف شلون يعني؟ انه يعني بس راوك الطريق وقال لك يلا جو اهيد، او انت يعني سوي الشيء اللي انت تبي تسويه بنفسك. ومن هاي الاساتذه اللي هو المايسترو، طبعا المايسترو الكبير احمد الصعيدي. خبرنا عن تجربتك معه، شنو تعلمت منه، وشنو كانت مثل ما تفضلت انت يعني الواحد لازم يكون موجود في نفس المكان مع الشخص اللي يبي يدرسه او اللي هو يبي ينقل له هذه المعرفه. شلون كانت تجربتك مع المايسترو احمد الصعيدي؟ مايسترو احمد الصعيدي يا في المرحله يعني يمكن في الاربع سنوات الاخيره من الدراسه، واعطاني مادتين. ماده كانت قياده اوركسترا، هذه كانت ماده مشتركه يعني، احنا مجموعه من الطلبه الدارسين للتاليف والقياده ففي سكشن كبير، واعطاني ماده توزيع موسيقي. هذين مادتين من يعني في التخصص. ماستر احمد صعيدي معروف عنه انه هو شديد يعني وحازم، وما كان عنده فول مارك مثلا في النتائج مالته. يقول اذا انت تاخذ فول مارك بيتهوفن شنو ياخذ مثلا يعني. اي كان درس مهم بالنسبة لي، خصوصا في مسألة التوزيع، لأن شلون تحول أنت عمل مكتوب لبيانو مثلا، سوناتة للبيانو المنفرد، توزعها لرباعي وتري، خماسي أو أي شيء. فكان يفتح لنا كيفية التعامل مع الجملة وتشريحها واكتشاف اللحن الأساسي واللحن المصاحب واختيار الأصوات المناسبة للجملة يعني. كانت مدرسة مهمة بالنسبة لي. وبالنسبة لقيادة الأوركسترا بعد كان مهم، لأن على مدى السنوات عطانا نقود أعمال من الكلاسيك للمعاصر يعني. قدنا سيمفونية الأولى لبيتهوفن مثلا، وقدنا أعمال لستروفينسكي يعني وبرامز. قصدك قيادة الأوركسترا نفسها يعني؟ قيادة الأوركسترا أي. نعم. فاكتشفنا الأمزجة المختلفة في التأليف من خلال قيادة الأعمال نفسها هذه. يعني شخص مثل ستروفينسكي عنده يعني تكسير كثير للإيقاع واللامقامية اللي موجودة عنده، هذه كلها اكتشفناها. واكتشفنا صعوبة دور المايسترو في قيادة ذي الأعمال، لأن بعض الأعمال الكلاسيكية أحياناً تشوف المايسترو حتى ما عنده البارتيتورا وهو يقود، لأنها تحفظ مع البروفات يقدر يحفظها. بس عمل مثل أعمال ستروفينسكي ما ممكن تبتديها أو تشتغلها بدون البارتيتور، لأن ما تنحفظ من قد تراكيبها المعقدة، ما ممكن تغييرات اللي فيها بعد يعني. إيه صح. فهذه كانت يعني تجربة مهمة بالنسبة لي. في نفس الوقت بعد
محمد أنت يعني تتلمذت على يد الأستاذ الكبير راجح داود، خبرنا عن هاي التجربة. راجح داود يعني أحس أني ما أخذ كفاية منه صراحة، لأنه بعد أعطاني مادتين. الأولى كانت تأليف جماعي، يعني أنا كان عندي تخصص تأليف، كان دكتورة ثانية منى غنيم، وهي بالمناسبة كانت زوجة دكتور راجح. أي، وكان قبلها في المرحلة اللي سابقة كان دكتور أحمد علي، أعطاني بعد مادة تأليف، وعقب كانت دكتورة منى. ودكتور راجح مادة التأليف الجماعي الجميل فيها كان إنك أنت ممكن تجيب بذرة لمؤلفة أنت مقدمها ويقعد يناقشك فيها قدام الطلبة طبعاً. واو. ممكن يشرشحك أو يراويك إن أنت شلون ممكن تتطور، وفي نفس الوقت أنت تأخذ درس مجاني في جلسته مع كل مؤلف ثاني بالأفكار اللي جايبها. فكانت يعني جلسة مهمة جدا، هذه ما كنت أتمنى أنها تنتهي. المادة الثانية اللي أعطاني إياها كانت مادة يعني عابرة بالنسبة لي، يعني أنا كنت أعتبرها مادة نجاح بس عشان تعطينا درجات، هي التدوين بالكمبيوتر. هي مادة كانت أضيفت يمكن في المرحلة المتأخرة في الكونسرفاتوار، قبلها ما كانت موجودة. إن كيف تستخدم السوفتوير في تدوين الأعمال، سيباليوس ما سيباليوس هالشغلات هذه ولا؟ بس حزتك كنا نشتغل على انكور احنا. انكور ايه صح. طبعا من هاي التجارب ايضا كان لك تجربه مع الاستاذ الكبير نصير شمه. هاي مثل ما يقولون تجربه في العود، كانت يعني سبيسيفيكلي كانت في العود. هل كنت مسبقا كان لك يعني مع العود كانت لك تجربه مثلا؟ هل كنت تعزف العود قبل ما تمر مع في هاي التجربة مع الأستاذ نصير شمة؟ وشنو الأشياء اللي قدمها لك الأستاذ من خلال التعلم معه؟ طبعاً أنا يعني بدايتي في العزف، إذا شلنا مرحلة الأورج اللي كلنا عزفناها، الاهتمام السيريس كان بالعود أصلاً. يعني من صف الخامس أنا بديت أعزف عود وأمسك عود وبشكل سيريس، و لا حتى من يمكن من قبل صف خمس، من صف الرابع يمكن. فبعدين يعني يمكن عقب السادس بديت أروح أدرس عود في المعهد الكلاسيكي هنا في البحرين. ودرست على يد يعني أساتذة رائعين، يعني عز الدين منتصر من المغرب، محمد عبد الهادي، بعدين دكتور عدنان الخاتم بحريني، بعدين عز الدين طلباني بعد من المغرب، وكانوا يعني أساتذة أضافوا لي الكثير يعني في المرحلة دي، إلى جانب طبعا حسن حداد اللي كان يحرسني من البداية يعني كونه من العائلة. فلما جات فرصة أن نشارك مع الأستاذ نصير في الورشة، يمكن كانت قصيرة، هي شهور يعني شهرين ثلاثة شيء من هالنوع كانت، لكن كانت لير مختلف احترافي جدا. يعني احنا قضينا فترة طويلة مع العود بعشوائيتها بحماسها الغير الفوضوي يمكن. الأستاذ نصير خلاها تتهذب، لبسها ثياب رزينة جدا. وأتذكر له دائما كان يقول حتى إذا بتدرب في البيت لا تدرب بالبيجامة، البس إنك رايح كونسرت وأقعد. واو. يقول أنت لما تلاقي حبيبتك دائما تلبس أفضل الأشياء. صح. كانت يعني كل شيء قاله لنا في هاي الورشة، وكان في شباب مهمين اللي درسوا عنده يعني في العود من البحرين، يعني كان الكل صج يعني متحمس انه يدش هذه الورشه. وكان في اوج نصير شمه، يعني في بالنسبه للبحرين كان توه واصل لنا يعني مدرسه نصير شمه في البحرين. هل كان معك بحرينيين يعني كثيرين في هاي الفتره انت كنت فيها في المعهد ولا معهد الكونسرفاتوار قصدك؟ اي
في الكونسرفاتوار قليلين اللي يجون، لان اغلب البعثات اللي تصير حق الموسيقى تكون في كليات التربيه الموسيقيه، اوكي لان تي من طريق وزاره التربيه، فلازم يروح كليه التربيه. فانا لان يعني جاهدت اني احاول بعثتي فصار، بس اللي التقيت فيهم كان الدكتور عصام الجودر والاستاذ احمد الغانم، هذا لين انا يعني عاصرتهم في نفس الفتره يعني. بس كان دكتور عصام يعني ماجستير واحنا بكالوريوس. اوكي هذا لين اللي كانوا في الكونسرفاتوار اللي لحقت عليهم. بس قبل طبعا بعد كان في كثير من الفنانين البحرينيين درسوا. اوكي خلينا شوي ننتقل الحين لموضوع ثاني اللي هو عن بدايه اعمالك في مجال التاليف. شنو كان اول عمل اشتغلت فيه؟ وهل كان يعني تطرقت يعني للافلام اللي هو الموسيقى، هل هو كان عمل للفيلم ولا كان عمل لمسرح؟ هو بدايه اهتمامي في الموسيقى في هذه المجالات بالنسبه للمسرح والتلفزيون كانت باختيار المؤثرات الموسيقيه فقط. بس ساوند ديزاين كان يعني مالك كان؟ لا، بس اختار اي موسيقى من فيلم وتنحط في المسرحيه مثلا، او في افلام الفيديو كان في مهرجانات الفيديو. لكن بعدين او يمكن اول عمل اللي اتذكر بديت اعزف موسيقتي الخاصه، يعني ما بقول مؤلفه قد ما هي ارتجالات يعني، كان الحساء الاخير، يمكن هذه كان في 95، مسرحيه حق يوجين يونسكو اخراج استاذ يوسف الحمدان. كانت هذه كان دوري يعني هي بين التمثيل والعزف اللايف، راهب وعلى بايب اورجن طول الوقت يعني شيء يتوافق مع الجو العام للمسرحيه. وفي مثلا تلك الصغيره التي تشبهك بعد كنت مع اخراج خالد الرويعي، كانت تاليف استاذ فريد رمضان، عزفت عود فيها بعد. أوكي. كانت عباره عن ارتجالات يعني. ف يعني لكن انا اتكلم كتاليف بشكل رسمي خلينا نقول. الغريب انها بدات لما كنت في القاهره وكانت لي فيلم وثائقي اماراتي. اوكي ذكر اسمه. بين ضفتين اخراج نجوم الغانم المخرجة الاماراتيه، اللي عقب اشتغلت وياها يمكن 3 أو 4 افلام وثائقيه بعد. ما شاء الله. بس كان هذه اول تجربه يعني لنا. وصعوباتها كان باني اول مره اكتب عمل لفيلم وثائقي وانا مو في البحرين، ولازم اروح استوديو اسجل وانا ما اعرف اي استوديو في القاهره. فكانت الفكره يعني وايد فيها ربكه، واستعنت بصديقه لي بحرينيه تدرس طب، بس كان صوتها زين، استخدمت صوتها حق الفيلم. يعني كانت تجربه وايد يعني خلتني اكتشف اشياء كثيره في نفس الوقت. هاي اول مثل ما يقولون تجارب الشغل عن بعد يعني. يعني تزامنا ويا الكورونا. ايه بالضبط. ايه طبعا انت يعني عقب ما رجعت البحرين سافرت حق سكوتلندا في عام 2005، وكانت لك تجربة هناك في مجال التأليف الموسيقي. شنو كانت هاي التجربة؟ ويعني شنو الأعمال اللي اشتغلت عليها في هاي التجربة؟ هي بصراحة ما كان مخطط لها، يعني أنا كنت مسافر أزور خطيبتي حزتها هناك. فالتقيت بطالبة دراسات عليا في أدنبرا كوليج أوف آرت تشتغل على فيلم أنيميشن. أوكي. من ابتكارها يعني. وكان تجربة غريبة، مسوية نفس الفيلم يعرض 3 مرات نفس الفيلم بالضبط، بس كل مرة المادة الصوتية مختلفة. فواحدة من الأفلام كان شخص يتكلم عن حلم ماله،
بس نشوف الحلم. والفيلم الانيميشن كان عباره عن اشكال تجريديه، يعني ما كانت شخوص او اي شيء، هي فقط الوان واشياء تتحرك كانت. فالتجربه الثانيه كانت مشهد ديالوج بين شخصيتين من فيلم سينمائي اصلا. والتجربه الثالثه كانت موسيقى، وتبي انه تثبت ان الفيلم الواحد كل هذه الاصوات لما جابلها تحسها انها مؤلفه وثابته 100% راكبه معه على المشهد هاي نفسه. ففي ذي التجربه انا اشتغلت عزفت عود وبيانو. انا عاده شايل العود وياي لانه وحصلنا بيانو في سكن مال طالبه ثانيه ومحطوط في الكوريدور وقديم، ورحنا سجلنا بتسجيلات يعني رديئه كانت، لكن هي تعاملت ويا التسجيل بشكل وايد ذكي بالمزج بين العود والبيانو بعد في مقطوعة واحدة، وطلعت تجربة وايد ممتازة. أنا يعني سعدت جدا بالعمل وياها. هي هبة أبو الحسن، فنانة من لبنان، أوكي، وأصبحت صديقة بعد ذلك يعني عن طريق خطيبتي حزتها. ف يعني كانت تجربة وايد حلوة. يمكن يعني هني محمد نحب نوضح حق مشاهدينا ان يمكن يقول لك بعض الناس ان لازم يكون عندي الاستوديو الفلاني، لازم يكون عندي الأجهزة الفلانية، لازم يكون عندي الكمبيوتر الفلاني، لازم ادفع مبالغ طائلة على مثلا هاي الأجهزة ولا هاي البلاجينز ولا هاي الشغلات هذه كلها عشان اقدر اسوي موسيقى عدلة. انت حمث ما تفضلت قلت لنا يعني البيانو كان حالته حاله وكان موجود في ممر وآوت أوف تون بعد يعني إيه، بس في النهاية العمل يعني كان يمشي بشكل جميل، العمل اللي سجلته كان يمشي بشكل جميل مع المشهد، وهاي أهم شيء. يعني أحس إنه يمكن الناس يعني تحاسب من اليوم أو اللي تفكر فيه اليوم إنه لازم الواحد يكون عنده استوديو بمبلغ الفلاني على أساس إنه هو يقدر يألف ولا يسوي موسيقى، وهذا شيء خطأ، وأكيد أنت توافقني الرأي يعني إن هاي الشيء مو بصحيح، لان ما دام في فكره، ما دام في يعني العمل في مخيلتك بشكل صحيح وتبي تنفذه بطريقه صحيحه، ما يحتاج هالاشياء الغاليه كلها، بس مجرد انك انت تختار الاشياء الصحيحه اللي بتخدم العمل او اللي تطلع العمل بشكل صحيح. يعني انا اتفق وياك 100%، لان المؤلف ما بالنسبه له هذه مسألة مو من تخصصة، إنها جودة الصوت عقب ما بيسجل وبينرفع في الإنترنت أو يطبع على أسطوانات. طالما المؤلف كتب عمل ماله، إذا كان يكتب طبعا، أو سجله في الريكوردر أو في التليفون أو بأي شكل من الأشكال، جملته محفوظة. بعدين هذه مسألة أي شخص متخصص ثاني يتكلم في مسألة تنفيذها، بتنفذها بميدي سامبل رديء، بس انت تبي تعرف ان الفكرة تنقال كذي. هذه سامبل رديء عقب 4 سنين ممكن يتنفذ لايف. انا في القاهرة كتبت عمل للأوركسترا وقدمته في الامتحان وخدت فول مارك، وانا ما سمعته اصلا يعني في ذي السنة، حتى لم ينفذ في الكونسرفاتوار بالأوركسترا. عادة إحنا نروح لعازفين في الأوركسترا ينفذون أعمالنا. أوكي. الامتحانات. فهذه السنة أنا قدمت ورق للجنة التحكيم وقيمون فقط على الورق. بدون ما يسمع العمل أصلاً. بدون ما يسمعونه حتى. يعني أنا ألفت على البيانو حزتها فقط وأكتب، يعني ما كان عندنا حتى رفاهية إن نسمع ميدي ونتخيل. الكمبيوتر يعني صح. كان بس على آلة البيانو وأكتب لير ورا لير. لين حصلت فرصة عقب ما تخرجت وويت البحرين، اشتغلت زارتنا أوركسترا الاتحاد الأوروبي وقدمت في مهرجان الموسيقى العالمي. واو. يعني بعد سنوات يعني، ولما سمعت حسيت إيش قد مهم إن الشخص يسمع عمله في مراحل الأولى علشان يعرف بالضبط هو وين رايح. وإحنا ما عندنا خبرة في الأوركسترا، يعني مو الأوركسترا مو ناشئة من مجتمعاتنا يعني، فكان منطقة غريبة علينا. لكن ما دام العمل مكتوب ومحفوظ
أعتقد هذه الهم الأكبر عند المؤلف. صح. جودة تأليفه أو توزيعه أو تنفيذه هذه مرحلة ثانية يعني، مو حجة يعني. الله يخلي برو تولز الحين. وما دام احنا في طور هاي الموضوع، قبل ما نبتدي في تفاصيل الأعمال اللي انت قدمتها خلال السنوات الماضية، خلنا أول شيء نعرف المشاهدين عن البروسيس نفسه، عن آلية عمل محمد حداد لما يبتدي يشتغل في مسلسل، في فيلم، أو في أي عمل من الأنواع. شنو البروسيس اللي تمر فيه يعني في مرحلة التأليف هذه؟ يعني هي تختلف طبعا بين العمل اللي أقدمه أو اللي بألفه لبرنامج أو لفيلم أو مستقل يعني بروحي. طبعا الانسبريشن هو يمكن الأهم يعني، هو ما في، أنا بالنسبة لي ما بقول اللي الناس، لأن في ناس يقول لك الوحي ينزل وأشياء كذي، يعني أنا مو نبي يعني، هي فقط أنت تبي محفزات تساعدك أنك تدخل في الحالة فقط. فأنا أعتقد هذه المحفزات موجودة طول الوقت، فطالما أنا النوت عندي في يدي طول الوقت، ممكن وأنا أشاهد فيلم جملة قال في الحوار تفتح عندي فكرة حق جملة موسيقية، ممكن حالة ناس في الشارع، ممكن في المطار، أنا وايد المطار يأسرني الوجوه اللي فيه، وايد أسمع موسيقى لما أشوف الويوه، أسمع أصوات آلات معينة وأنا أشوف الويوه ذي اللي بتغادر، أحياناً حزينة وأحياناً فرحة جداً والمشتاقة، هذه كلها تتحول إلى أصوات بالنسبة لي. يعني فلما أقعد باشتغل على عمل، طبعاً ما أعتقد في ريتشول ثابت حق كل الحالات، أحياناً أنا قاعد أرتجل على الآلة سواء كان العود أو البيانو، في وسط الارتجال تطلع جملة فأبتدي أطورها وأثبتها وأمططها وأقول حق أي آلة ممكن تنفع أو شيء، وأحياناً لا، أنا جاي في بالي اليوم أبي أسوي مقطوعة عن التأتأة مثلاً في الحكي، فأروح على البيانو أبي أشوف شين هي الجملة اللي ممكن تمثل ذي التأتأة وسط المجتمع اللي ما في تأتأة، وشلون صراع ذي اللي تأتأ مع الآخرين، فهاي الكونسبت هو اللي مخذك للآلة. فأعتقد وهذه كلها مكتوبة الأشياء يعني، حتى ممكن أكتبها أحياناً أدبياً يعني، كنت في بعض الأفكار كاتبها، أنا عندي ألبومات كاملة مكتوبة تراك باي تراك شنو الموضوع اللي بتكلم عنه، لكن موسيقيا يس. هذه وايد يحميني لما بادش أشتغل، هذه النوتس وايد تساعدني في استحضار الحالة الموسيقية. حلو حلو. أوكي، نتكلم الحين عن أول عمل لك في السينما، أول فيلم قمت بتأليف الموسيقى له، شنو كان هاي الفيلم وكان تذكر سنة كم يعني؟ يمكن إيه، هو إذا شلنا الوثائقي، لأن الوثائقي بعد كان سينما يعني، كنت في 95، بس إحنا لأن يعني نشاط الشباب في البحرين في الأفلام القصيرة وايد كبير، وأنا ما كنت أدري صراحة، لأن الغريب أن أنا أول ما بديت بحكاية بحرينية. أوكي. هذه أول تجربة روائية بالنسبة لي كانت. حلو. قبل حتى لا أشتغل أفلام قصيرة. فكان بالنسبة لي وايد يعني حمل كبير. يعني أنا اشتغلت مسرح كثير. ألفت حق المسرح ويا كثير من المخرجين. فلما بسام الذوادي كلمني على حق الفيلم، كنت يعني مرعوب نوعا ما، لأن ما دشيت المنطقة دي يعني، أنا حتى سويت موسيقى لنفس سهرة تلفزيونية بعد قديمة قبل حكاية، بس بعد كانت خجولة جدا. فلما جت حكاية بحرينية كانت يعني
تجربة وايد مرعبة، بس بسام قدر يحتويني بشكل خلينا نقول أبوي، ويضخ فيني الثقة إن أنا واثق إن أنت ممكن تشيل هذه العمل. فكانت تجربة وايد حلوة بالنسبة لي. عيل خلني أدمج سؤالي الثاني بهاي السؤال. في فيلم حكاية بحرينية، شنو اللي خلاك مثل ما يقولون انسبايرد انك توصل حق الثيمة؟ احنا يعني دائما نقول ان ان المؤلف يصيد الثيمة مالت العمل هو يعني عامل جدا جدا مهم، وراح يسهل شغله يعني بشكل عام في في بقية الـ الـ يعني في الفاريشنز المختلفة أو التغييرات المختلفة اللي راح يألفها حق نفس العمل. بس وجود الثيمة هو يمكن يعتبر من أصعب الشغلات اللي المؤلف ممكن هو يصيدها. شنو اللي أثر عليك على أساس توصل حق هاي الثيمة؟ هل كان القصة نفسها؟ هل كان مثلا مشهد معين؟ هل كان المخرج كان عنده توجه معين بعمل ممثل، أو أنه يكون عنده مثلا فكرة في باله كان يبيك بس إنه تخليها يعني كالسنتر مال العمل نفسه؟ شنو اللي أثر عليك في هاي؟ هو تشوف عشان أكون صريح معك، أولاً القعدة الأولى مع بسام أو القعدات الأولى اللي هي قبل التصوير، قرأنا السيناريو، أنا قرأت السيناريو كاملاً وحطيت ملاحظاتي في خامات الأصوات اللي أبي أستخدمها وأسبابي ليش؟ لما اقترحت على بسام واتفقنا على الخامات الصوتية، أنا دائما اللي ينقذني بعد المسودات عشان أكون صريح، المين ثيم للفيلم اللي هي مقدمة الفيلم اللي أخذت منها الثيمة الرئيسية، وبعدين طبعا اشتغلت على تطويرها وصياغتها لآلات مختلفة في مقامات مختلفة. الثيمة الرئيسية هذه كانت مسودة، جزء من مسودة أنا كاتبها، كان المفروض تكون لمسلسل بحريني. اوكي. إيه. بس ما تم تنفيذ المسلسل، يعني ما تم الاتفاق ويا المخرج، وتمت هذه يعني الطق عندي. لما يا بسام كلمني فتحت الثيمة هذه أبي أشوف وين كانت، وين في أي منطقة، مع بعض التعديل عليها قدرت أصيغ الثيمة الحقيقية أو المناسبة جدا لفيلم حكاية. اوكي. اي خصوصا ادخال بعدين الايقاع المخولفي عليها لبحرنتها اكثر يعني يمكن صح. وبس وبعدين صار يعني يعني في الفيلم الروائي عندك مساحه ان انت تختار يعني مو فقط ثيمة لكل شخص، احيانا آلة بعد لكل شخص. ف انا قدرت احقق الثنتين، يعني انا كان عندي ثيمة للشخصيات وآلات أيضا تظهر مع ظهور هاي الشخصيات. الفيلم الروائي الطويل دائما يعطيك هذه المساحة أن أنت تبنيها يعني. وثقة بسام قلت لك في منطقة التأليف كانت وايد وايد مريحة في التعامل وياه. يعني. كان سهل يعني سهل لك الأمور، كان جدا يعني يناقشك بعقلانية ويسمع لرأيك في اختيار هذه العمل، ليش هالطول، ليش هذه الآلة، وإذا ما عنده مثلا اعتراض ما يبدي، في النهاية هو الحكم الأخير حقه لأنه هو المخرج في النهاية. صح صح. فهذه كان وايد ممتاز في التعامل. حلو حلو. في من بعض المخرجين البحرينيين الثانيين اللي هم نقول المخرجين الصاعدين في وقتها تقريبا في حدود العام 2008، ويعني كان عام 2008 أنا أعتقد أنه كان عام حافل بالنسبة لك من ناحية الأعمال اللي قدمت فيها مجموعة من الأعمال الفنية في وقتها. التقيت أيضا واشتغلت مع المخرج محمد بوعلي في فيلمه اللي هو فيلم غياب. شلون كانت هاي التجربة؟ خبرنا كذي بشكل سريع، شلون كانت التجربة ويا محمد بوعلي؟ بعد التناول محمد في فيلم غياب صراحة كان أولا الفكرة قمة في الشاعرية، لأن قصة الفيلم أساساً مأخوذة من نص شعري. أي فصار رومانسية يعني بشكل أكبر، مأخوذة من دراما يعني أو قصة. فهذه الحالة الشعرية
عقب ما كتبها حسن حداد كسيناريو، وهو النص لقاسم حداد. ما شاء الله. إيه. والموسيقى محمد حداد. يعني الحداد كلهم كانوا حاضرين. محمد بو علي تعامل وياها بنفس الشفافية، بنفس الشعرية اللي موجودة كانت في النص. حطها على شكل حدث واقعي طبعا، شعبي لابسين شخصين كبار في السن، لكن الحلم والرؤية الفانتازية ما غادرت في المكان. ففي التجربة دي هي بين شخصين قاعدين ينتظرون أحد غريب ممكن يجي، وهو ما بيجي أصلا، هم بس في وهم في مخيلتهم يعني. يبي يكون حاضر لو حضر الغريب هذه. فأنا تعاملت وياها بعد يمكن رمزية شوية، خليت العود يقول الثيمة مالت الشخص القاطن في المكان، والبيانو الشخص الغريب يعني الغائب. ايه الحالة الغربية يعني. وحتى في طريقة الجملة يعني كان البيانو كما أن له، هو يطق الباب يعني في الثيمة با 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 بام، والعود هو كأن الباب اللي يتبطل ويريد ينصك، ويريد يتبطل أكثر ويريد ينصك. يعني كانت حالة كذي عبثية، كنت أنا حاس إن هي تنقال بهالشكل، يمكن ما توصل للمشاهد بس أنا كنت حاب إني أكتبها بهالشكل. فمحمد كان يعني يوافقني في مسألة الذهاب للرمزية بهالشكل في الموسيقى، فكانت تجربة حلوة بصراحة. بالعكس صراحة تجربة وايد وايد حلوة وجميلة، وأنا من الأشخاص اللي جدا استمتعت فيها، وحتى بعدين كان لي معاك ومع محمد أبو علي تجربة في الفيلم ماله اللي هو الشجرة النائمة. صراحة يعني هو بعد إنسان جدا فنان وعنده رؤية جدا مميزة في رسم السيناريو، رسم الكاركترز، التفاعل ما بينهم، الطريقة اللي يعني، وحتى انت بعد موسيقتك ما شاء الله كانت يعني عاطية العمل ثقل معين. بس محمد الحين طبعا انت يعني اشتغلت مع مخرجين كثيرين، وشفت ان يعني كل مخرج له يعني طريقة عمل معينة او توجه معين او آلية معينة من التعامل مع المؤلف الموسيقي. شلون تشوف العلاقة ما بين المؤلف الموسيقي والمخرج؟ يعني اليوم إذا مثلا أحد حاب أنه يدخل في مجال التأليف الموسيقي حق الأفلام، ويمكن بيقول لك يعني أنه لأن يمكن يعني التجربة لحين تجربة بسيطة عندهم، مو عارفين شنو خفايا هذه التجربة، شنو الأشياء اللي ممكن الأبعاد المختلفة اللي فيها. ويمكن يقول لك يعني حتى نص العمل هو كيفية طريقة تعاملك مع المخرج، هاي بروحها يعني شيء مع الخبرة، شيء مع الاكسبيرينس نفسها، وهاي مثل ما يقولون علم بروحها، يعني علم السايكولوجي مع المخرج مع الناس الثانيين اللي قاعد تعاون معها، بروحها يعني مثل ما يقولون جانب آخر. فأنت شنو النصائح اللي تقدمها حق الناس اللي حابين يدخلون في هذا المجال؟ شنو تقدر تقول لهم عن تيبس أو يعني نصائح في كيفية التعامل مع المخرجين؟ يعني اللي تقوله سليم في مسألة أن العلاقة هذه بين المخرج والمؤلف الموسيقي أتي عن طريق الخبرة، خبرة مو بس الموسيقية حتى الاجتماعية. المشاكل النفسية عند كل شخص ممكن تتفرغ في ذي المشروع، الثقة عند المؤلف أو عند المخرج، هذه كلها تدخل وممكن تخرب أو تعزز المنتج اللي إحنا بصدد التعامل فيه. لأن طالما أنا مو واثق من ثيمتي، بسهولة راح المخرج يفرض تغييرات يمكن أنا موسيقيا مو مقتنع فيها. صح. نفس الشيء عدم معرفة المخرج للموسيقى راح يترك المؤلف الموسيقي يسوي اللي يبي من غير ما يحاسبه أو يسأله حتى، وهذا بيعود سلبي على العمل، لأن بيصير الموسيقي ممكن ينجرف لأهواء أو رغبات أو ذوق الشخصي
اللي ممكن ما يندمج مع الحالة السينمائية. فالنوليدج ضروري عند الاثنين، والموسيقي أو المخرج خلينا نقول مو مطالب أنه هو يفهم في الموسيقى بشكل كبير، لكن على الأقل يقدر يعبر عن ما يريد، حتى لو بمفردات غير موسيقية، حتى لو بمفردات بسيطة يومية، استعارات من صور أخرى، لكن يقدر يوصل للموسيقي شنو الحالة اللي يبيها. والموسيقي لازم يتعامل ويا ذي المنتج اللي بيقدمه في السينما إن ذي العمل مو بماله بروحه، يعني على الأقل في الفيلم ذي موسيقته هي شخصية من الشخصيات اللي بتمثل في الفيلم، فلازم تكون متطابقة مع الحالة النفسية والشعورية اللي موجودة في السيناريو. يبقى هني مسألة الصدام شلون يتفادونه. هاي كان سؤالي الثاني لك، يعني أكيد يعني بيصير في صدامات بين المؤلف وبين المخرج، فشلون الواحد ممكن أنه يتخطى هذه الاختلافات؟ أنا يعني يمكن انتهجت منهج أنا مرتاح منه، وأحس أنه هو ما يزعج المخرج، ويحطه بعد في مسؤولية أكبر، لأن أحيانا نختلف مثلا في حالة معينة في مشهد معين. دائما أبدي وأقول للمخرج أن الفيلم ذي مالك، في النهاية اللي أنت بتقوله هو اللي بيصير، بس أنا كموسيقي أحس أن كذي كذي كذي، هذه أشوفها غلط، لكن إذا أنت تبي هذه فيلمك، أنت تلبسه الثوب اللي تبغيه، شغله هو في النهاية يعني. فهني يبتدي هو إذا في عنده تردد أو شيء ما يأخذ قرار انفعالي، يعني هذه الشيء واحد. الشيء الثاني اللي أتمناه من كل مخرج، أنا اشتغلت يعني ويا كثير فوق 15 مخرج يمكن في البحرين في أفلام قصيرة ووثائقية وكذي، للحين المخرجين، ويمكن أتجرأ أقول إن للحين ما عندهم التقبل أو الذوق في مسألة إن الموسيقى الدرامية هي مو نفسها الموسيقى الغنائية أو الطربية. يعني المخرج أحيانا يبي ثيمة يزنها ويدندنها كذي، مو هي ذي موسيقى الدراما. موسيقى الدراما أحيانا لما تسمعها بروحها ما تعطيك حالة، ما توصل لك شيء، لازم تشوفها في المشهد عشان تحس شنو. ممكن ما يكون لها معنى يعني حتى أصلا بروحها. بس لأن احنا موروثنا في الموسيقى العربية في السينما، يعني من أهم المؤلفين في الموسيقى المصرية مثلا عمر خيرت، خلينا عمار الشريعي، ذلين مؤلفين يألفون موسيقى غنائي، اوريدي الموسيقى تغني، تقول تقولها فيها جمل موسيقيه بروحها، تطلع من الفيلم انت دندنها بس مو هي هذه اللي كلها دراما. لما ندش في الفيلم اللي نشوف فيه موسيقى عمر خيرت موجوده، بتشوف فيه مشاهد دراميه هي ذي الموسيقى بس مكسره ومحوره، يعني مبنيه على المشهد. هذه مخرجينا للحين عندهم إن لا، كنا ما في شيء بالنسبة لهم إذا تحط هذه، لأن لا أبي شيء واضح. صح. يعني صح. هذه بس أتمنى يصير، مع أن هذه يعني في مؤلف موسيقي إريك ساتي موجود يمكن بداية القرن، يعني هو لحق يمكن على بدايات السينما لما صارت الصمت، كان يتحكى عن موسيقى الفيلم، مع أنه هو ما سوى موسيقى حق أفلام، يمكن يقول موسيقى خطورتها في الفيلم ان المؤلف يكتبها عشان ما تنسمع، عشان بس تنحس لكن ما تنسمع. صح، لان اذا سمعتها بتغفل عن الفيلم. بالضبط. هاي يعني كلش منطقة حساسة جدا، اعتقد احنا مخرجينا لازم يبتدون يعني يجربونها، على الاقل يجربونها في بعض التجارب. يمكن التجارب السينمائية في البحرين لحين ما وصلت لأنها تطرح موضوع مجرد بهالشكل، يعني القضايا اللي نناقشها يمكن وايد complicated،
محتاجة نوع معين من التأليف يمكن، لكن أنا أتمنى صدق أنه يصير في جرأة أكثر في تقبل النغمة المختلفة وغير الغنائية. هو مثل ما تفضلت، يعني وجود الموسيقى في النهاية هو عامل داعم للمشهد. فأنت مثل ما تفضلت، لما إذا الواحد انتبه للموسيقى معناته أنه في شيء غلط، معناته أنه مو بهاي المفروض. أنت المفروض يعني تحس أن الموسيقى موجودة، ولأن تشيل الموسيقى من المشهد بتحس أنه في شيء غلط. هني الفكرة، يعني المشاهد لما يأتي البطلة تلاقي حبيبها نازل من القطار عقب الحرب العالمية وتركض له سلو موشن وتحضنه ويلفون، وذي هذه الموسيقى هني قاعدة تقول بلاوي، بس احنا ما نسمعها. صح، نسمعها لما تقول هذه شيل الموسيقى منها، بتشوف المشهد خالي طايح. أيه بالضبط بالضبط بالضبط، هذه الفكره. واتمنى يعني مثل ما تفضلتنا المخرجين البحرينيين والمخرجين يعني العالم العربي بشكل عام، انه يعني يكون يتبنون هذه الفكره، انه يعني خلي هاي الاكسبيرينت او الاكسبيرمنت هذه موجوده، خلي يعني نشوف شنو شنو. يعني بالعكس انت يعني كمخرج لازم تجرب افكار مختلفه وطرق مختلفه حق انك توصل المشهد حق المشاهد. محمد، من الأعمال اللي احنا ذكرناها أول لما ذكرناها سوري في نقطة بس بقولها قبل. تفضل. في نقطة ثانية بعد اللي كانت ما ترضيني جدا في التعامل في السينما، وضع كميات كبيرة من الموسيقى في صح. لترميم دروبات ممكن تكون في الإضاءة، في الأداء صح. التمثيلي، هذه شيء خطأ. اي الموسيقى مو وظيفتها هاي، ويمكن احيانا يضطر المخرج يبي يغطي شيء يعني، بس ما تكون بجرعات كبيره. انا يرضيني ان طول الفيلم موسيقتي تكون موجوده طبعا ابي اسمعها، بس مو في صالح الفيلم. يعني انت تبي تحس ان الموسيقى الحين دشت، مو طول الوقت موجوده. هذا بعد في بعض المخرجين يعني يحس انه يبي ضخ اكبر كم من الموسيقى، يتحول الفيلم الى فيديو كليب. بالضبط بالضبط، وهذا شيء خاطئ اكيد طبعا. مثل ما كنت اقول، من الاعمال اللي ذكرناها اول ما ذكرناها، شنو العمل اللي تحسه اقرب الى قلبك، ولا تحس يعني بالفخر انك انت فعلا اشتغلت عليه؟ بصراحه يعني سؤال قوي شويه. كلهم عيالي، بس انا يعني احاول قد ما اقدر ان ما في عمل اشارك فيه أكون أخجل إنه ينحط في الويب سايت مالي. هذه أهم شيء، ما أبي أدش تجربة أقول يلا هي بس تجزيرة أو شيء. ف almost يعني كل الأعمال اللي قدمتها الضعيفة والقوية يعني أكيد هي متباينة، بس كلها عزيزة علي، لأن حتى الأفلام القصيرة في بعض الأفلام أنا سويت فيها يمكن مشهد واحد، لأن الفيلم مدته يمكن 5 دقائق، فأنا سويت موسيقى دقيقة يمكن، بس بعد كان لها قصة ولها تجربة والتعايش ويا المخرج واللوكيشن. فكلهم أصدقائي، لكن التجارب اللي اشتغلتها مع قاسم وطفول يمكن اللي هي غير السينما، الحكومات الخاصة، كان الحالة حوالين هذه التجربة كانت جميلة. يعني أتكلم عن أنا طرفة وفينسنت، يمكن هم ذلين تجارب مختلفة. يعني طبعا ألبوم فينسنت من الألبومات اللي أنا نفسي أعشقهم يعني، ومن أجمل الأعمال اللي أنا يعني صراحة سمعتها، وكان لي الشرف أن أنا أشتغل معك في هاي الألبوم. وصراحة تجربة العمل كلها من أولها لآخرها كانت تجربة جدا جدا مميزة. وهاي الألبوم بالذات كان لي طابع خاص وصوت مميز غير عن أعمالك السابقة كلها، والأعمال اللي طرحتها يعني سواء كانت أعمال سينمائية أو أعمال ألبومات خاصة. خبرني شنو كانت الفكرة وراء هذا الألبوم، أو شنو يعني كان الـ idea behind هاي الألبوم بشكل عام؟ هو الفكرة أن أولا هاي التجربة الثانية كانت بيننا أنا وأبوي واختي، فعقب طرفة قررنا أن نسوي مشروع عن فينسنت فان جوخ. أوكي. بنفس الشكل أبوي يكتب كتاب عنه،
وأختي تسوي ألبوم صور مستوحاة ومأخوذة من لوحات فان جوخ، حلو وأنا في الاستوديو أشتغل بألبوم موسيقي عن حياته. حلو فالجميل في هذه التجربة هو الريسيرش بعد اللي صار. احنا يعني تقريبا من 2012 أو 13 بدينا، 2016 نزل الألبوم أعتقد. صح اي صح 2016 إيه، فالريسيرش اللي سويناه، الزيارات والسفرات اللي رحناها للأماكن اللي عاش فيها فان جوخ ورسمها، ويعني كل شيء حوالين تجربته، والمتاحف اللي رحناها الخاصة فيه، هي اللي يعني كانت أجمل مرحلة في الريسيرش هذه. عقب لما نرجع البيت، كل واحد يبتدي في المحراب ماله ينسج أفكاره. دخولي في الاستوديو طبعا وياك يعني كانت تجربة رائعة رائعة، لأن أنا كنت أبغي أتناول الحياة الشخصية لفانجوخ، كونه إنسان اجتماعيا مضطرب، الحب في حياته ما كان مستقر، العزلة اللي عاشها، الاتكال اللي صار على أخوه، شقد كان يبتز أخوه علشان يكسب فلوس منه. يعني في وايد أمور نفسية كنت أبغي أحولها إلى أعمال موسيقية، إلى جانب بعض القصص اللي مو أكيدة كانت عن فان جوخ، مكتوبة في التاريخ بس مو مؤكدة، حبيت إني أكتبها في الموسيقى. بعدين الحالة اللي عشناها في الاستوديو مع العازفين، العازفين صح ويعني أنت فتحك للاستوديو بهالرحابة، يعني استحمالنا في كل العبث اللي كنا نسويه أحيانا، كان وايد يطمني إن المشروع بيمشي في أيدي أمينة. طولة البال اللي كانت عندك في مسألة التيك أوت تسلم والتنفيذ والميكس، هذه كانت مرحلة أنا بالنسبة لي ما أدري شلون كانت ممكن تصير في مكان آخر يعني. الله يخليك. بالعكس انا صراحة جدا جدا استانست، واتمنى ان احنا نعيد هاي التجربة أنا بعد إن شاء بين الله قوسين يعني ان شاء الله قريبا. إن شاء الله. أنا مشكلتي كسول وايد، يعني حصل اتهامات ونقد من الكل صراحة، بس لا ما أنا أبوي، أنا يمكن يعني أبررها بأبوي. مرة كان يقول إن السلحفاة تعرف الطريق أكثر من الأرنب، فأنا أبي أصير السلحفاة يعني. فيعني شوية أسرع، بس شوية أسرع. محمد، يعني خلال فترة جائحة هالكورونا هاي الله يعديها بخير على الجميع، هل صار عندك مجال أنك أنت مثل ما يقولون تفتح في الدفاتر أو تشوف الأوراق القديمة وتفتح في الملفات اللي موجودة عندك على الكمبيوتر وتشوف أعمال مثلا ما صار لك مجال أنك أنت تنهيها أو أنك تشتغل عليها؟ هل صار هاي الأشياء، وشنو شنو أفكارك أو مخططاتك حق السنة القادمة حق 2021؟ شنو الأعمال المتوقع أن احنا نحاول نحن يعني نستمع ونستمتع فيها خلال العام القادم؟ بأمانة يعني من بداية العزلة ذي اللي صارت، يمكن الشهرين الثلاثة الأوليين فقط كانوا للعائلة. يعني كنت حصلت فرصة ذهبية إني أسوي بوند أكبر ويا البنات والعيلة، لكن يعني اللي قدرت أستغله في هذه الفرصة فكرة القراءة. في كثير من الكتب كنت مأجلها، كتب منوعة بين الكتب الورقية والمسموعة والديجيتال يعني، فأنا كنت وايد مهووس بالقراءة. ففي كتب وايد مهمة غير الكتب الروائية، كان في كتب موسيقية كنت أبغي أقرأها، فهذه حصلت فرصة إني بصراحة أقرأ جزء وأستمع إلى الكتب المسموعة عندي بشكل كبير. يعني بعض بروجكتات اللي كانت مؤجلة فقط بديت أشوف شنو عندي. يعني يمكن صرت مشروعين حاليا أبي أشتغل فيهم، بس بعد لحين
ما حاط لهم أولوية في الوقت، ما أدري ليش. لكن الأهم يمكن في الفترة اللي طافت كنت قريب من تجارب كثير من الأصدقاء. يعني أنا يعني 95% من أصدقائي موسيقيين، فالهموم مشتركة دائما. صح. ذي الفترة لأن العزلة صارت، فكل الموسيقيين أصدقائي اشتغلوا بشكل غزير يعني، صح. يعني مفرح صراحة. فكان لي فرصة إن يصير تواصل بيني وبينهم، اللي احنا عادة نسويه حق بعض. يعني لما أنا أسوي شيء أطرش لهم يسمعون، أو هم يطرشون لي. فذي الفترة كانت فقط كنت أستمع وأتكلم مع الأصدقاء في بعض تجاربهم، وكانت أشياء صراحة وايد وايد مذهلة. يعني أحيانا كنت أشعر بالغيرة لأنهم قادرين يشتغلون بهالشكل الغزير، صح. لكن كنت سعيد أني كنت جريء من هذه التجارب. وحين بعد في بعض المشاريع الثانية شباب، في يمكن أشتغل لهم بعض التوزيع حق بعض الأعمال الغنائية، حلو. بعد تجارب شوية جديدة يعني. بس كعمل خاص أنا حاليا يعني كان عندي المفروض مشروع أبتدي فيه، كنت أقرأ الريسورس ماله من قبل الكورونا يعني، حق بعد ألبوم مستقل يعني. بس بعد نفس ما قلت لك يعني سلحفاة للأسف، إي جدا بطيء يعني. وين تشوف البحرين؟ أين تقع البحرين في خريطة الموسيقى الأفلام؟ وشنو مثل ما يقولون، شنو الأشياء اللي ممكن، اللي حاب إنك أو تطلع إنك إنها ممكن تتغير أو إنها هي تكون إلى الأفضل؟ بالنسبة للسينما يعني أعتقد يعني يمكن من 2008 نفس ما قلت لك بدأوا الشباب يهتمون، وبعض المؤسسات، في ضخ التمويل لإنتاج أفلام سينمائية. أنا أتكلم حتى لو كانت هي سينما الأفلام القصيرة، لكن المشكلة أنها استمرت في تقديم تجارب سينمائية. بمعنى ما شفت انا شخصيا، طبعا هاي تحليلي الشخصي، مو شرط يكون حقيقي، بس من وجهة نظري احس اني ما قاعد اشوف حركة سينمائية، قاعد اشوف تجارب مستقلة منعزلة عن بعض. صحيح يمكن الممثلين وجوه مشتركة في كثير من الافلام، لكن ما قاعد اشوف كوميونتي هيلثي لتأسيس حركة سينمائية بكل أدوات السينما. واللي أهمها بالنسبة لي هي الحركة النقدية، هي أهم شيء إحنا نفتقده سواء كان في الموسيقى أو في السينما يعني. فالبحرين الحين أنا أقدر أقول لك فوق 50 اسم لمخرجين بحرينيين. ما بتكلم عن ممثلين لأن الممثلين كثيرين، بس أتكلم مخرجين من 2008 في حين فوق 50 إذا ما وصلوا 100. لكن ما أشوف أسامي موسيقيين مثلا، قليل الأسامي اللي تعطون موسيقى للسينما. صح. عندنا أسماء في الدراما، موجودين في الدراما التلفزيونية، شباب بحرينيين ممتازين في صياغة الموسيقى للدراما. هذين ليش ما يكونون موجودين في السينما مثلا؟ صح. ما أدري ليش، لأن ترى في النهاية إحنا كموسيقيين يمكن أقولها شوية بتعالي، يمكن إن إحنا مو محتاجين للسينما، السينما محتاجة لنا. صح يعني كلامك. بالسينما وبدونها إحنا نشتغل. صح. فلما المخرج يبي يحط يده في يد الموسيقي ويثق فيه، أنا أعتقد فرصة بتكون حلوة للموسيقي إنه يختبر ميديم ثاني خارج الموسيقى بس. صح. وطبعا بتبين تميز الموسيقيين من المعرفة مالته والقراءة والمطالعة والمشاهدة المتنوعة لأنواع السينما والموسيقى في السينما. احنا محتاجين هذه، لأن الخريطة الموسيقية في البحرين
ان جنرال مو بس في الدراما ضعيفه. اوكي ما عندنا منتج يبي ينتج عمل موسيقي، هذه من الاخر، من الاخر هذه مو بس البحرين، في العالم العربي ان جنرال ما ينتجون اعمال موسيقيه منتجين. ليش؟ وعشان كذي الموسيقي علشان تسمع موسيقته يروح يشتغل في السينما، هلا كل هاي مكان اقدر اسوي فيه ميوزك، ما حد يقول لي لحن لي اغاني مثلا. صح بالضبط. فاتمنى من الموسيقيين بعد يعني انهم يمدون يدهم للمخرجين، لانها تجربه لذيذه وملونه يعني للتعامل مع النغمه الموسيقيه المختلفه. صح صح. اخر سؤال محمد، احنا طبعا حق متابعينا اللي هم يودون البدء في مجال الموسيقى والتلحين، شنو تنصحهم؟ شنو تقول لهم وين يبتدون، او شنو طرق واماكن الحصول على المعلومات اللي ممكن انها تساعدهم في تنميه هذه الموهبه؟ وين ممكن ان هو هاي الناس يبتدون الحين؟ هو اولا يعني انا ما بقدر اقول نصيحه بالمعنى يعني التقني، لان انا ما احب النصايح يمكن، بس في اعتقادي ان التحدي الاكبر انه هو يكون في ثقه بالمشروع، لازم يكون هو صايغ صوره ثابته وواضحه بالنسبه له هو وين يبي يكون في الموسيقى، لان كثير من الشباب عنده مواهب كثيره حوالين الموسيقى بس يوزعها عليهم كلهم، فما يصير عنده نقطه قوه مالته. صح. يعني يبي يصير موسيقي لموسيقى السينما، خلاص خلي ركز عليه. يس يقدر يسوي أعمال مستقلة، لكن هذه مين ديوتي حقه خلينا نقول، يعني لأن كل واحد من هالأشياء يمكن بحر بروحه يعني. بالضبط. علشان يكون هذه طبعا إلى جانب العازفين بعد نفس الشيء، التشتيت في الآلات الكثيرة، هو ممكن يعزف أكثر من آلة بس لازم تكون عنده آلة مين الوسط الموسيقي يعرفه بها علشان يقدر يفرض نفسه ويفرض التكنيك ماله، علشان ما تكون عز يعني نغماته باهتة وعادية خلينا نقول يعني. صح. أنا أعزف عود، لكن لما يبغى يسوي طرفه يب حسن حداد يعزف العود، لأن حسن أقرب للآلة مني. صح. فبالنسبة للتأليف أتمنى أن يبتدون يعني الشباب يتحدون الأفكار الموجودة، يتحدون المواضيع الموجودة، لأن ترى بالنسبة لي الموسيقى حقل وايد رمزي. صح. ومبهم، عندك مجال لأن أنت تأول نغماتك قد ما تأول، ما في كلمات تحدك ولا بحور للشعر ولا شيء، هذه آلتك وانت اشتغل، الفكرة ان انت شلون بتناقش الموضوع اللي تبي. اتمنى يقطون نفسهم في تجارب دائما جديدة، دائما انا مؤمن بتقاطع الفنون يمكن، ومو شرط يكونون هم نفس الشيء، بس تقاطع الفنون يثري الفنون كلها، يثري الجهتين. يعني أنا اشتغلت ويا نحاتين في مشاريع، يعني اشتغلت ويا فوتوغرافرز في مشاريع، ما تتخيل إيش قد تكتشف داخلك لما أنت تطالع صورة وتبي تطلع منها موسيقى. صح. شيء وايد جميل وساحر يعني. وبعدين المعرفة من كل صوب، قلنا الأكاديمية هذه حق اللي يبي يدرس موسيقى، بس اللي يبي يمارس الموسيقى الدروس موجودة في الفضاء الكوني هذه العنكبوتي، ما يخلص ما يخلص، وما كتب عن الموسيقى من الخمسينات ما زال أكتف لليوم، إذا قريته بتكتشف أن ذي مكتوب الشهر اللي طاف. صح. ما زال يثري ويساعد ويفتح المخيلة للتأليف، ما تغير شيء يعني، الكونسبت هي موجودة من يس. عشرات السنين يعني. بالضبط. التقنية تغيرت بس بالضبط. طرق التعبير، طرق التفكير نفسها، المشاعر نفسها، البحث داخل الإنسان هاي نفسها. صح. يعني أعتقد المعرفة في كل مكان ممكن تتحصل. محمد الكلام معك لا يمل، وصراحة جدا جدا شرفتني واستانست معك
بشكل غير طبيعي في أول تجربة لنا في هذه القناة، وإن شاء الله يعني ما تكون آخر تجربة، إن شاء الله يكون بيننا لقاءات متعددة، ونتشرف بوجودك معنا في كل الوقت. ومشكور، ما قصرت، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وعلى هالجلسة الجميلة، وبأمانة يعني أتمنى أنها تتكرر في أي موضوع آخر. يعني الحديث وياك قلت لك دائما مثري وشيق، ولا توقف أرجوك. الله يخليك، شكرا محمد، ما قصرت، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات قادمة. مشكور.